بدات محطتا الارصاد الجويه اللتين تم تثبيتهما في البديع وهوره عالي بدات باعطاء المؤشرات التي يمكن ان تخدم القطاع الزراعي في مملكه البحرين وقال وكيل الزراعه والثروه البحريه بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل ابو الفتح ان اختيار البديع وهوره عالي لتثبيت المحطتين ياتي بسبب تركز الاستثمار الزراعي فيهما وأشار إلى أن المحطتين بدأتا بتسجيل البيانات على مدى 24 ساعة للمساعدة في وضع أطر استراتيجية للتعاون الزراعي أو وضع الاستراتيجية الزراعية الحديثة بما يتناسب مع الظروف المناخية للمنطقة المراد الاستثمار الزراعي فيها